صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا أعزائي المستمعين تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم، ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم آمنة العلي. وفي بداية البرنامج يسعدني أن أرحب بفريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، الأستاذ حسني البلاونة، وأيضا من نور دبي أرحب بزميلتي ميرا الخفلي في التنسيق والمتابعة، وأرحب في الإخراج بمخرجنا وائل القواسمة. أعزائي المستمعين، في هاي الحلقة بنتناول العديد من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة اللي عودناكم عليها في برنامج صحة وسعادة، وبنبداها أكيد مع آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك بنتناول مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا اليوم بيكون عندنا فقرة مهمة جدا تتكلم عن أمراض القلب لدى النساء والخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد في هذا المجال، واليوم كذلك بنتناول بدائل الحليب من المصادر النباتية. كونوا معنا أعزائي المستمعين على مدار هذه الساعة، ويسعدنا أيضا تواصلكم وتفاعلكم معنا لليوم على الأرقام التالية 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. خبرنا لليوم حلو، الخبر هذا للي ما يحبون يتحركون ولا يحبون انهم يمارسون اي نوع من انواع الرياضة، نقولهم ان في انواع من الرياضة لو كانت بسيطة بس لها فوائد كثيرة. الدراسة تقول بان المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كشفت نتائج دراسة طبية حديثة أن المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كونه يساعد على تنشيط الجسم بالكامل وتزويده بالطاقة اللازمة، فهو يساعد على خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى الحماية من الإصابة بمرض السكري. أجرى الباحثون في هذه الدراسة على 48 ألف شخص من البالغين بمقارنة صحة الأشخاص اللي يمارسون رياضة الجري بمن يمارسون المشي السريع، وأوضحت النتائج عدم وجود اختلاف كبير بين فوائد الرياضتين لأن الطاقة المستخدمة متساوية تقريباً. وقال الباحث في دراستنا لليوم اللي هو بول ويليامز من مختبر لورناس بيركلي في كاليفورنيا، نتائج الدراسة كانت مفاجئة، حيث أثبتت تأثير كل من رياضة الجري والمشي السريع على السعرات الحرارية، فكلاهما يوفر فوائد صحية عديدة. وأكد دكتور دوريان مادوك أن نتائج هذه الدراسة تظهر أن أي نشاط بدني سريع يقوم به الإنسان ينعكس بصورة إيجابية على صحة القلب. فأعزائي المستمعين، نحن ننصحكم ونقول اللي ما بدأ بشهر يناير وما حط أهداف للصحة وأهداف رياضية، نقولكم أن بعدكم عندكم يعني مثل ما يقولون 11 شهر. اللي ما خطط في يناير وما أنجز في يناير لا يزعل، بإمكانك أنك تضع أهداف جديدة وتحط لك إنجازات لو كانت صغيرة
ممكن أنها تقودك للإنجاز الكبير. أنا عن نفسي أعزائي المستمعين حطيت هدف في شهر يناير، وللأسف الصراحة ما رمت أني أنا أحقق هذا الهدف على مستوى الصحة والرياضة، ولكن الخبر هذا شجعني أني أرد أحط هذا الهدف حق شهر فبراير، وأحاول أني أنا أطبقه. إذا أنا بالمشي السريع بكون جارية الناس اللي يجرون من سنين، الصراحة بكون سويت شيء حق نفسي وحق صحة القلب. بما أن اليوم بنتكلم أيضا عن أمراض القلب عند النساء، فأنا الصراحة أنصح نفسي وأنصحكم بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة اللي ممكن يؤدي إلى تأثير جيد على القلب. وبعد خبرنا اليوم والدراسة اللي خبرناكم عنها، بننتقل لفقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي اللي تقدمها لنا أسماء الجناحي، رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء. اليوم الصراحة تاريخ مميز، 2/2/2022. ممكن تقولي لي شو بتسوين اليوم قبل ما ناخذ مستجدات وسائل التواصل؟ يلا وهقت شوي. اليوم اول شيء عندي مجموعه من الاشياء اللي لازم اخلصها في الدوام، اذا خلصت شغلي عقب عندي 10,000 خطوه لازم امشيها، ولازم وقررت ان انا خلال شهر فبراير كله اقعد في حديقه البيت. واو صراحه هدف. الجو وايد حلو. صحيح، اصلا الجو الحين اذا ما استغليناه متى بنستغله؟ فعلا، لأن الحين هذا الوقت المناسب إن الواحد يقدر يظهر ويسوي، وجزء من التخفيف أصلا الاسترس إن الواحد يقعد في الهواء الطلق، والهواء الجميل ما نحصل إلا كم شهر في السنة، فعلى الأقل نكون راضي عن نفسنا. بالضبط أسمى، صراحة أهداف جميلة، وباخذ منك هدف اليلسة برا، بحاول اليوم أنقل يلستي برا على العصر على الأقل شوي، مثل ما تقولي ناخذ هو نظيف. أسمى اللي أعرفه أن إحنا عندنا مستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي وايد مهمة لأفراد المجتمع، ممكن تعرفيننا عليها اليوم؟ نحن عندنا من ضمن الأشياء والخبر الرئيسي اللي كان موجود البارحة في قنوات التواصل الاجتماعي، وهو أن هيئة الصحة تبدأ بتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر بيونتك. صار لنا فكرة، كثير من أولياء الأمور كانوا يسألوننا متى راح يعني نبدأ ونفتح بهذه الفئة العمرية، وش بنقول لهم؟ إن بدينا من البارحة وفتحنا التسجيل. كيف ممكن الشخص يحجز للموعد؟ ممكن من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، أو من خلال خدمة الواتساب. كل اللي عليهم أنهم يحفظون رقم 8342 في قائمة الاتصال، ويكتبون كلمة هاي في الدردشة في الواتساب، وراح تطلع لهم مو بس خدمة التطعيم للأطفال، أيضا للخدمات الموجودة في الواتساب. في مجموعة من المعلومات لازم على أولياء الأمور أن يخبرونها ويقولونها للأشخاص أو الأطباء الموجودين في المركز. واحد مهم أنه يكون في يعني تاريخ، يعني يتكلمون عن تاريخ المرضي للطفل، وجود في حال وجود حمى أو أعراض مرضية خلال آخر 3 أيام قبل ما يروحون يأخذون التطعيم، إذا كان عنده أي أمراض مناعية، أو إذا كان عنده مشاكل في النزيف أو استخدام أدوية تخثر الدم. هاي 4 أشياء مهمة أنهم يخبرونها للشخص اللي بيعطيهم التطعيم في مراكز التطعيم. إنزين، في بعض الفئات مستثناة في الوقت الحالي من الأطفال اللي هم حالات الإصابة النشطة، اللي يعني خلال هال10 أيام اللي هم فيها اللي يكونون أكتف كوفيد، واللي عندهم رد فعل تحسسي فوري وشديد لمكونات اللقاح أو من لقاحات سابقة. هذا وايد مهم أنهم أيضا يبلغونه للشخص اللي بعطيهم تطعيم. لكن حالات الإصابة ممكن يأخذونه بعد ما يكملون ال10 أيام من الإصابة كوفيد، في حال إذا ما كان عندهم أعراض أو إن ما كانوا في مستشفى أو إن كانوا يعني كانت بسيطة، ممكن إنهم يأخذون التطعيم بعد مرور 10 أيام من الإصابة. نعم. في مجموعة من المراكز توفر الخدمة، نحن حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي، ويمكنهم أيضا يشوفونها من خلال التطبيق. ونختمها برسالة الإيجابية. نعم تفضلي يا أسماء. ونقول رسالتنا قبل ما نختم: غير نظرتك للحياة، فهي تجربة مميزة لنعيشها ويمكننا أن نجعلها سعيدة.
نغير طريقة نظرك تغير حياتك، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي زميلتي أسماء الجناحي بصحة وسعادة، وشكرا لك على هاي المشاركة الطيبة. أعزائي المستمعين، بعد ما تناولت معنا أسماء الجناحي أهم خبر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي، واللي يقول بأن صحة دبي تبدأ بتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عام بلقاح فايزر بيونتك، فأعزائي المستمعين ننصحكم بأنكم قبل ما تتوجهون لأخذ اللقاح للأطفال بأنكم تأخذون موعد للقاح الموجود في المراكز الطبية على امتداد إمارة دبي، ومراكز أخذ اللقاح موجودة على حساب إنستغرام هيئة الصحة بدبي واللي هو DHA_دبي. وبهذا أعزائي المستمعين نكون خلصنا الفقرة الأولى من برنامج صحة وسعادة، وبننتقل معاكم لفقرة التغذية، ولكن بعد هذا الفاصل تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. فقرتنا لليوم فقرة التغذية بتتكلم عن موضوع مهم جدا. كلنا نعرف أن الحليب مهم لصحتنا ولصحة عيالنا، ومن يوم ما احنا صغار ويتكلمون عن فوائد الحليب وأهميته الغذائية وأهميته لتقوية العظام. وفي ناس منا أو بعض الأشخاص ما يحبون تناول الحليب، والبعض الآخر ممكن يعاني من حساسية الحليب. لا ننسى هذا الموضوع المهم، إن في أشخاص ما يقدرون أصلا يتناولون الحليب. لذلك اليوم حبينا نتكلم عن بدائل الحليب اللي تعتبر ضرورية ومهمة لهذه الفئة من الناس. وفي حلقة اليوم بتحدثنا إن شاء الله الأستاذة سامية خالد، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سامية. صباح النور والسرور. حياك، هلا فيك. هلا فيك حبيبتي استاذه ساميه. في البدايه بنتكلم عن اهميه الحليب للصحه بشكل عام، وشو هي المكونات هذه الماده الغذائيه. نعم، لا شك ان للحليب فوائد صحيه عديده في الوقايه والحمايه من العديد من الامراض، وذلك بسبب احتوائه على مجموعه واسعه من العناصر الغذائيه من الفيتامينات والمعادن النادره. نذكر منها على سبيل المثال فيتامين B12، فيتامين د، فيتامين A، والمعادن النادره مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والسيلينيوم. هذه المعادن والتركيبه الفريده في الحليب تعطيه فوائد مميزه ولا مثيل لها. تأتي بعض هذه الفوائد طبعا طبقا لأدلة علمية قوية ومثبتة. من أهم هذه الفوائد هي ارتباطه بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وبعض أمراض القلب، بالإضافة إلى احتواء البروتين على احتواء الحليب على البروتين العالي الجودة، والبروتين عالي الجودة عادة يأتي من المصادر الحيوانية. هناك نوعين من البروتين، بروتين عالي الجودة وبروتين منخفض الجودة. البروتين عالي الجودة منحصله في الحليب، وهذا البروتين يؤدي العديد من الفوائد في الجسم، من ضمنها نمو العضلات بالذات للأشخاص الرياضيين، تعزيز إصلاح العضلات خاصة الأشخاص اللي مارسوا تمارين رياضية، زيادة كتلة العضلات في الجسم، تحسين الأداء البدني بالذات لدى الكبار السن. أيضا الحليب بسبب احتوائه على الكالسيوم والفسفور مفيد جدا لصحة العظام والأسنان، وبالتالي يقلل من هشاشة العظام أو الإصابة بالكسور. الحليب أيضا مفيد لتعزيز صحة القلب بسبب احتوائه على العنصر المهم وهو البوتاسيوم، الذي أثبتت الدراسات أنه يوسع الأوعية الدموية، يقلل من ضغط الدم، وبالتالي فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية تكون قليلة جدا. نعم أستاذة سامية، عفوا بس الحين عندنا مدخلة من أبو عبد الله. يا هلا أبو عبد الله، سام عليكم. ألو، انقطع الاتصال للأسف، فبنكمل حديثنا. أستاذة سامية كان معنا أبو عبد الله على الخط ولكن انقطع الاتصال. فإذا بنتكلم عن، قلنا أهمية الحليب، نحن تناولنا أهمية الحليب
مثل ما قلتي لصحة الجسم. إذا في أشخاص عندهم حساسية من الحليب وفي أشخاص نقدر نقول ما يحبون أو ما يستسيغون طعم الحليب، فكيف ممكن يحصلون على بدائل للحليب من مصادر نباتية؟ الأشخاص مثل حساسية الحليب أو حساسية اللاكتوز أو بعض الأمراض العضوية مثلا مثل أمراض الكلى، عندنا بدائل نباتية يعني ممكن يحصل عليها الشخص من مصادر نباتية تعطينا فوائد الحليب، وممكن فيها فوائد إضافية أخرى وبنفس الوقت تعالج الضرر أو العارض اللي ممكن قد يعاني من الشخص أو الإنسان المريض. من أهم البدائل الموجودة عندنا بكثرة حليب البندق، يعني مستخرج من حبة البندق، متوفر أيضا في الأسواق، طعمه مقبول ومستساغ ويحتوي العديد من الفوائد اللي ممكن الشخص اللي يعاني من أي مشكلة بسبب تناول الحليب الحيواني يأخذ حليب البندق. أستاذ سامي رجع معنا أبو عبد الله السموحة على الخط. ألو أبو عبد الله، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك. أنت كيف حالك؟ الحمد لله بخير أبوي. دكتورة سامية كيف حالك؟ حياك الله أبو عبد الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك دكتورة، فضلا الله يجزيك خير. أنا عندي حساسية من أشياء كثيرة ومن ضمنهم الحليب، أما الحليب اللي هو المبستر هذا اللي يسمونه كرك أشرب كميات بسيطة منه. نعم. ما بعرف شو أبوي أشرب حليب ولكن خايف. نعم. وعندي هذا بعد ما مال البندق هذا نفس الشيء، حساسية من السيفوت الأسماك، حساسية من صفار البيض، حساسية أدوية أنت كبيرتك حساسية. نعم. ما أدري شو نصيحتك يا دكتورة. نعم. ما أقدر أخاطر وأجرب أخاف. لا، هناك بدائل طبعا ما فيها أي أنواع من المواد اللي ممكن تسبب لنا حساسية. هل جربت حليب اللوز؟ حليب اللوز يعتبر آمن وممتاز وممكن أنت تتناوله، حتى ممكن تضيفه للقهوة أو الشاي، ما في أي مشاكل عنا. طبعا إحنا قاعدين نتكلم، يعني سؤال الأخت كان عن بدائل الحليب، فإحنا ماشيين في يوم. فعندك أكثر منه، عندنا حليب جوز الهند أيضا، حليب ممتاز ومدعم. هذا جوز الهند بعد نفس الشيء، أنا شوية يوم أكل هذا بعد ما جوز الهند هذا الأبيض بعد مو بحساسية قوية ولكن أحس بضيق ودقات قلبي زيادة. حليب الشوفان عندنا، حليب الشوفان بعد بديل مهم جدا ويحتوي على العديد من الألياف والفيتامينات المهمة، نسبة السعرات الحرارية اللي فيه جدا ممتازة. ممكن تجرب حليب الشوفان، متوفر أيضا تقريبا في كل المراكز التجارية. زين دكتورة، سؤال الحين إذا واحد عنده حساسية من الحليب. نعم. إذا بيأكل جبن نفس الموضوع ولا ما له شغل؟ طبعا حساسية الحليب أولا يجب أن تكون مثبتة طبيا، يعني الدكتور لازم يشخصك أنك عندك حساسية الحليب. إذا فعلا أثبت الدكتور خلال الفحص، فحص النفس طبعا يجري الطبيب فحص نفس، أثبت أنك عندك حساسية الحليب، أولا يجب أن نمتنع عن الحليب ومنتجاته لمدة 4 إلى 5 شهور. بعدين أنت لازم تدخلهم تدريجيا. بعض الأشخاص تتراوح نسبة الحساسية بين شديد ومتوسط، الشديد حتى الجبن والروب ما يستحمله بعد يتحسس منه، لكن بعض الأشخاص تكون عندهم الحساسية بنسب متوسطة أو قليلة ممكن يستفيدوا من الأجبان والألبان وبدائل. أنا دكتورة الجبن ممكن يمشي، أما الزبادي والحليب اللي هو الطازج ما أقدر، واللبن معناها خلص أنت من النوع المتوسط، تقدر أنت تستعيض عن بالأجبان، تأخذ الأجبان وتمتنع تقريبا مدة مثل ما تكلمنا مدة 6 شهور وترجع تدخلهم تدريجيا لنظامك الغذائي، لأنها ممكن تكون مؤقتة حساسية. نعم. أبو عبد الله تقدر أيضا تكمل معنا الفقرة اليوم، لأن نحن الفقرة أصلا عنوانها عن البدائل للأشخاص اللي يعانون من حساسية الحليب. فإن شاء الله بنتناول إن شاء الله ميزان حسناتكم يا بنتي، الله يجزيكم خير إن شاء الله. مشكورين. أهلا وسهلا أستاذة سامية، أيضا أشكر أبو عبد الله على مداخلته الطيبة وأتمنى له طبعا الصحة والعافية، وإن شاء الله يحصل البدائل اللي يقدر أنه يستبدل فيها الحليب وفي نفس الوقت يحصل على الفوائد اللي الناس الطبيعيين يحصلون عليها من الحليب. فإذا بنرجع بنتكلم أستاذة سامية عن يعني أهم بدائل الحليب من المصادر النباتية. نعم، تكلمنا أولا عن حليب البندق، قلنا أنه متوفر تقريبا في كل الجمعيات والمراكز مراكز الشراء كطعم، طعمه متقبل، ممكن إضافته إلى القهوة، ممكن إضافته إلى الشاي، ممكن حتى عمل بعض الحلويات يعني يستحمل درجات حرارة، فهو يعتبر بديل مثالي للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الحليب الحيواني. الحليب الآخر اللي عندنا البديل اللي هو حليب الصويا.
حليب الصويا أيضا من المصادر النباتية ويحتوي على كمية عالية من البروتين. تركيبته تقريبا تشابه قوام الحليب العادي، وهو يعني كمان شائع عند العديد من الناس، يعني تقريبا هو الأفضل من بين البدائل النباتية لبعض الناس، إلا أنه شوية في يعني اختلاف على طعمه، طعمه يميل إلى المر شوي. بعض الناس تضيف العسل إليه، فممكن أنها يعني هذه الطريقة أنها تستسيغه أفضل. أما أيضا من بعض من البدائل الأخرى حليب جوز الهند متوفر وفيه فوائد عديدة وصحية. طبعا كل حليب هو يأخذ فوائد المادة الخام اللي مكون منها، يعني حليب جوز الهند يأخذ فوائد جوز الهند، وبالتالي هو مهم جدا لترطيب الجسم، يحتوي نسبة عالية من السوائل من البوتاسيوم، وطعمه متقبل حتى الأطفال اللي عنا في طبعا عنا حالات مرضية تستدعي توقف الطفل عن تناول الحليب واستبداله بحليب آخر، فحليب جوز الهند مضمن الأنواع اللي يتقبلوها الأطفال وأيضا البالغين. الحليب الآخر هو حليب الشوفان، أيضا يستخرج من نبات الشوفان، وأيضا يحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات اللي هي النشويات، يحتوي على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان، وبالتالي مهم جدا لصحة الجهاز الهضمي، ننصح فيه أيضا في معظم الحالات اللي ممكن نقابلها بالنسبة للمرضى. نعم. حليب اللوز أيضا من المنتجات المتوفرة. طبعا هناك العديد من الحليب متوفرة ما شاء الله، كل فترة قاعد يعني يصنع عنا حليب نباتي مثل الكاجو، حليب الأرز، حليب بذور. حتى الملفت أستاذة سامية أنه ما يكون له طعم، يعني أنه ما تحسين بحتى إحنا نستخدمه للكوفي مثلا نستبدله بحليب جوز الهند أو حليب اللوز، ما يكون في أي يعني تغيير ملحوظ في الطعم. نعم، قامت الشركات مؤخرا يعني بحل هاي المشكله، لانه بعض انواع الحليب كان يعني يصود فيها الطعم المر، طعم يعني يكون ظاهر جدا، فقامت بعض الشركات باضافه بعض المواد المستحلبه واضافه بعض الانزيمات عشان يكون طعمه تقريبا ياخذ طعم الطعام اللي انت تضيفيه فيه، مثل قوام الماء يعني او مثل تركيبه الماء، وبالتالي ممكن الناس تستسيغه اكثر وتستفيد منه اكثر. نعم أستاذة سامية، إذا نحن طبعا لضيق الوقت عندنا دقيقة، إذا بنتكلم عن نصيحة ممكن أنت توجهينها للأشخاص اللي لديهم حساسية من الحليب ولكن يبون يحصلون على القيمة الغذائية الموجودة في الحليب، فشو النصيحة اللي تقدمينها؟ حساسية الحليب هي مشكلة شائعة جدا عند الأطفال والبالغين، لكن لا يجب أنه إحنا أول شيء نحصل على التشخيص الصح. مش كل نفخة أو كل إسهال أو كل يعني أعراض ممكن تصيبنا بعد تناول الحليب هي أعراض لحساسية الحليب، يجب أنه يكون أول شيء عندي مشخص، فالتشخيص مهم جدا جدا، ومراجعة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص حساسية الحليب مهمة. إذا تم تشخيص الشخص أنه عنده حساسية الحليب، فيجب أن يتوقف عن استهلاك الحليب. طبعا العلاج بيكون عن طريق حل المشكلة أو وقف المشكلة. أستاذة سامية، أيضا قلتي نقطة مهمة قبل ما نختم الفقرة لازم نركز عليها، أن في أشخاص يكونون يعانون من حساسية لفترة مؤقتة وعقب يعني ينتهي عندهم هالشيء. أنا من الأشخاص كان عندي مثلا حساسية من البيض بس فترة حسيتها مؤقتة كانت بالضبط وانتهت هذه الحساسية. عشان هيك مهم جدا أنه نرجع ندخل الحليب تدريجيا لنظامنا الغذائي، ما نوقفه لمدة كثير بعيد، يعني نراقب لمدة 4-5 شهور، وتدخيله للنظام الغذائي يجب أن يكون تدريجيا، يعني نصف كوب في اليوم، نرجع نزيد الكمية لكوب في اليوم، بعدين لكوبين في اليوم وما إلى ذلك، مش لازم نقطعه تماما أو نتوقف عنه تماما. وممكن طبعا الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية الحليب يأخذوا الحليب البديل أو الحليب النباتي مثل الأصناف اللي إحنا تكلمنا عنها سابقا، والأصناف اللي بتكون قليلة اللاكتوز كذلك. نعم، فأستاذة سامية يعني نقدر نقول أن هناك بدائل للحليب للأشخاص اللي يعانون من الحساسية، ومثل ما ذكرتي على حسب شدة هذه الحساسية سواء كانت عالية أو متوسطة. فنحن طبعا شاكرين لك جدا مشاركتك الطيبة معنا أستاذة سامية لليوم، على أمل أن نلتقيك في حلقات قادمة ونتكلم ونتوسع أكثر عن الحساسية، لأن شفنا أن أيضا هناك تجاوب مع الجمهور لأهمية الموضوع، إن شاء الله نريد نتكلم فيه أكثر وبشكل موسع. أستاذة سامية شكرا لك على هاي المشاركة. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لك. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نكمل محاور برنامج صحة وسعادة، اتريونا. صحة وسعادة. يا
يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. يعتبر أعزائي المستمعين قسم القلب مستشفى راشد أحد الأقسام الطبية التخصصية اللي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير والبروتوكولات العالمية، ومن خلال نخبة من الكوادر الطبية المتميزة في هذه الفقرة أعزائي المستمعين بنتكلم عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد لأمراض القلب عند النساء. ويسعدني ويشرفني تكون معنا اليوم الدكتورة جويرية يوسف آل علي استشاري أمراض القلب بمستشفى راشد. صباح الخير دكتورة. أهلين، صباح النور. يا هلا فيك دكتورة. بداية أرحب فيك في برنامج صحة وسعادة، وحابة أتحدث معك اليوم أكثر عن أهم الخدمات اللي يقدمها قسم القلب للنساء بشكل عام. مشكورة أول شيء على هالمقابلة. وقسم القلب مستشفى راشد الحمد لله يعني واحد من أكثر الأقسام تطور، وما شاء الله يغطي كل أمراض القلب عند النساء. عندنا تخصصات خاصة حق كل نوع من أمراض القلب، فعندنا في العيادات الخارجية عندنا عيادة أمراض القلب اللي تأخذ كل الحالات تقريبا كل أنواع الأمراض، وبعدين نقسمهم على العيادات التخصصية على حسب شو نوع حالة القلب. وأحياناً بقى في عيادة أمراض القلب نشوف مرضى ما عندهم أمراض قلب، بس إن مثلاً الدكتور اللي يكون شايف إنهم يكون حاس إن عندهم عوامل خطورة يعني تخليهم عندهم قابلية أكثر عشان يشوفوا يكون عندهم أمراض قلب، فهذه الحالات بعد إحنا نستقبلهم ونشوفهم ونقيمهم ونعطيهم النصائح وإذا احتاج الموضوع الأدوية على أساس أن نمنع حصول أمراض القلب. طبعا في عندنا عيادات تخصصية حق أمراض معينة، فالمرضى اللي عندهم فشل في عضلة القلب في عيادة خاصة حق هالشيء، المرضى اللي عندهم أمراض خلقية في القلب حق الكبار اللي فوق 13 سنة عندنا بعد عيادة خاصة بهالشيء، عندنا عيادة خاصة حق اضطراب دقات القلب، وعندنا قسم خاص حق فحوصات القلب اللي نسميها الغير تداخلية، اللي هي فحوصات قلب ما تحتاج يعني شو اسمه إن مثلا نستخدم فيها حقن أو إبر أو هالأشياء، تكون مثل تصوير القلب بالأجهزة السونار، فحص المجهود، أجهزة مراقبة دقات القلب، فهذا قسم كامل حق المرضى اللي يحتاجون هذه التخصصات سواء كانوا من داخل المستشفى أو من العيادات الخارجية. وعندنا بعد قسم القسطرة حق المرضى اللي عندهم مشاكل في الشرايين، إذا سواء كان عندهم جلطة أو كان تشخيص حق مشاكل الشرايين. وفوق هذا عندنا بعد قسم عندنا تعاون مع قسم الأشعة في مستشفى راشد في فحوصات خاصة بالقلب تسوى في قسم الأشعة، ودائما يكون في تعاون بين دكتور القلب ودكتور الأشعة بخصوص هالشيء، وهذه حق الأشعة المقطعية والأشعة الرنين المغناطيسي للقلب. الحمد لله يعني مغطينا القلب من جميع النواحي ما شاء الله. الحمد لله. وفي نفس الوقت يعني حتى لو المرضى مو عندنا احنا في مثلا خاصة بالنسبة للنساء يعني المرضى اللي متنومين في مستشفى لطيفة اللي يكون عندهم مشاكل نساء أو مشاكل حمل، مستشفى راشد يغطي مستشفى لطيفة من ناحية أي مشاكل في القلب. فيعني إذا أي مريضة نومت في مستشفى لطيفة وعندها مشاكل في القلب إحنا نروح هناك نشوفها تحتاج فحوصات، يا يعني نروح نسويها إياها هناك أو نجيبها هني ونسوي الفحوصات. ففي الحمد لله يعني في الدائرة عندنا تعاون بين كل الأقسام وبين كل المستشفيات. نعم. الحمد لله يعني نحاول نساعد المرضى قد ما نقدر في كل
بالضبط. يعني دكتورة جويري نقدر نقول بأن قسم القلب للنساء بمستشفى راشد له تعاون كبير بين مستشفى راشد والمستشفيات الأخرى التابعة لهيئة الصحة بتبي، فهذا يدل على شيء، يدل على أهمية هذا القسم دكتورة، والحالات المرضية العديدة اللي تمر عليه، أو ممكن أنه هي تكسبها أيضا خبرة بحكم الممارسات الكثيرة. فإذا بنتكلم أيضا دكتورة عن أبرز الحالات المرضية اللي تراجع قسم القلب بمستشفى راشد للنساء. طبعا كل أنواع حالات القلب، ضمنها أمراض ضعف عضلة القلب، أمراض الشرايين، اضطراب دقات القلب، الأمراض صمامات القلب، الأمراض الخلقية حق القلب. ومثل ما قلت لك نسبة بسيطة، لأن إحنا أكثر شيء يعني شايفين مركز متخصص، فنشوف الحالات اللي فيها يعني اللي فيها مشاكل، بس نشوف بعد الحالات اللي فيها وقاية من أمراض القلب، لأن يعني مثل ما تقولين إحنا نحاول نقدم خدمة كاملة حق المريض. فإذا المريض وصل لنا حتى لو ما كان عنده مشكلة في القلب، نحاول نبعد نمنع أن المشكلة هاي تتكون. يعني نفحص المريض، نشوف تاريخ المرضي، نشوف أعراضه، تحاليله، نتأكد أنه ما عندهم عوامل خطورة للقلب. فنحاول نغطي يعني الموضوع كله من الوقاية للعلاج، على أساس أن نقدم أكبر يعني أحسن خدمة ممكن نقدمها حق المريض. نعم، فدكتورة إذا نحن نتكلم عن قسم القلب مستشفى راشد، ما أقدر أقول لك أبرز الخدمات، لأن أبرز عفوا الحالات المرضية اللي تواجهكم في مستشفى راشد، لأنه يعتبر قسم تخصصي، فبالتالي بيكون عندكم أوردي يعني حالات كثيرة تمر عليكم على يعني قسم القلب مستشفى راشد. ولكن إذا بنعرف المستمعين شو هي أعراض الأزمات القلبية لدى النساء، كيف يعني ممكن الشخص يعرف أنه يعاني من أزمات قلبية؟ هو الفرق يعني يمكن الناس سامعين عن أمراض القلب ويعرفون أن يعني إذا الواحد يلوي في الصدر معناته هذا من القلب ويروح للمستشفى، بس هني المهم اللي إحنا لازم إحنا نعرفه أن الكلام شوي غير. فيعني صدق دكتور ما كنت أعرف. شوي غير، إحنا شوي غير سبيشل. إنزين أعراض القلب شوية عندنا مختلفة، يعني أوكي ممكن يجينا ضيق في الصدر، كتمة. دكتورة دوم مضايقين ودوم في النكتمة، يعني الواحد كيف يعرف؟ خاصة نحن ندور أي سالفة عشان نزعل حريم، فكيف نعرف يعني إن الواحد يعاني من أعراض أزمة قلبية ولا ضيق عادي؟ هو شوفي يعتمد على شو كانت طبيعة الحياة قبل، وهل هالشيء جديد ولا لا. يعني إذا وحدة أول شيء إذا هالشيء جديد، يعني إذا الوحدة قاعدة فيها كتمة في نفسها شيء جديد ما كان موجود قبل، تمشي تتحرك، كانت تقدر مثلا تمشي ساعة في المول وهي تتمشى، والحين ما تقدر تكمل ساعة، لازم تشيك. حتى لو كان هو يعني حتى لو كان ما كانت مشكلة في القلب، لأن أنت إذا ما شيكتي ما بتعرفين. إنزين، وأعراض القلب عند الحمى شو مختلفة؟ مثل ما قلت لك ممكن يكون ألم في الرقبة، ممكن يكون ألم في الظهر، ممكن يكون ألم في بطن في راس المعدة، عرفتي؟ فهذا ساعات الحرم يقولون والله هذا حموضة، ممكن يكون حموضة، بس أنت وحيد تحصل. بس دكتورة بدون يعني ما نخوف الناس، عاد الحين نحن ندور سالفة، الحين رقبتي تعورني بقول أزمة قلبية، بطني يعورني أي شيء. فنحن نقول دكتورة دايما ننصح المستمعين بالفحص الدوري لو في السنة مرة، هل ممكن دكتورة الفحص الدوري يساعد أن الوحدة تعرف إذا هي عندها يعني أزمة ممكن أنها تعاني من أمراض القلب؟ إذا هي مثلا ما عندهم تاريخ مرضي في العائلة حد يعاني من أمراض القلب، ولكن هل ممكن الفحص الدوري أنه يساعد ان الشخص يعرف لهذه الازمات اتي فجاه ولا يمكن التنبؤ بها؟ لا، شوفي في اشياء يعني احنا لما نشوف المريض نشوف التاريخ المرضي ونشوف عوامل الخطوره عند المريض، هذه تساعد ان احنا نمنع ان تصير ازمات قلبيه. فهذا شيء وايد مهم وممكن يتسوى يعني حتى في العيادات الطب العام، يعني مو شرط يتسوى في عيادات القلب، بس احنا نحب نسوي لعيون المرضى، انا نتاكد ان الشخص ما عنده ضغط، او اذا عنده ضغط الضغط كنترول، نتاكد ان الكوليسترول زين، نتاكد ان ما في سكر، واذا في سكر يتعالج، نتاكد ان الشخص وزنه ظل طبيعي مو بوزنه زايد، يسوي اكسرسايز، يسوي رياضه يوميا، وياكل اكل صحي.
إذا الحرمة سوت كل هالأشياء وهالأشياء كلها كنترول، احتمال أمراض القلب راح تكون قليلة. إنزين، وبس وقت ما تكون في أعراض تحتاج تسوي خطط. لكن المشكلة تكون لما هالأشياء كلها ما تكون كنترول، يعني الوزن زايد وما سوي هذا شيء، السكر مرتفع ومخلينا ما معالجينا، الكوليسترول ملاسينا، فهاي الأشياء وايد 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 مهمة. نعم. يعني احنا حتى دكتور القلب لما يشوف المريض، يعني انت قلت مثلا هالاعراض ممكن تكون عند اي حد، هالاشياء كلها ناخذها في عين الاعتبار. يعني الواحد عنده هالاشياء لا، احنا لازم نسوي فحوصات اكثر عشان نتاكد، حتى لو اللي قاعد يوصف المريض ما مو شكله مرض من القلب، بس ما دام هالعوامل الخطوره موجوده لازم نسويه. لكن اذا والله عوامل الخطوره هاي مش موجوده، غالبا يعني ما تكون في مشكله كبيره في القلب، لان المشاكل القلب تستوي بسبب هالاشياء. وتقريبا يعني 80% من امراض القلب ممكن نمنعها اذا هالاشياء كانت كنترول. فيعني وايد وايد شيء مهم. يعني ساعات يعني الناس يستغربون، يا دكتور قلب ما شيء قلبي، يعني قلبي مين، ليش يعني نتكلم عن كل هالأشياء؟ بس هالأشياء هي اللي تسوي مشاكل القلب، وإحنا نحاول نمنعها. بالتأكيد دكتورة، ما في شيء يجي من فراغ. يمكن هذه مثل ما قلتي هي عوامل الخطورة، هي عوامل اللي تزيد ممكن من الإصابة بأمراض القلب. فإذا بنتكلم دكتورة عن الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من النساء، ممكن إذا ممكن نقول منوهم الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة؟ هو طبعا يمكن كل الدكاترة يحطون من أمراض القلب حق الرياييل، وما تصير حق الشريم إلا بعد عمر اليد. نعم دكتورة، يمكن أنا يعني شدني موضوع أمراض القلب لأن قريت في مقالات يعني أجنبية يقولون أن شهر فبراير جورد يلبسون الحريم أحمر بسبة أنهم شهر التوعية بأمراض القلب لدى النساء. يعني في الخارج عندنا حملات كبيرة قاعد تحصل للتوعية بأمراض القلب في شهر فبراير. فأنا من هذا المنطلق يا في بالي أمراض القلب لدى النساء، فممكن دكتورة يعني هل هناك صدق فئات عمرية هم يكونون أكثر عرضة للإصابة؟ صح، وشهر فبراير هو جورد فور هذا يكون اليوم لابسة أحمر بعد. بس شو اسمه، مثل ما قلت لك، معظم الناس يفكرون أنه بعد عمر سن اليأس، بس هو لا. يعني إحنا قاعدين نشوف مع هو مشكلة مع نمط الحياة المصحي، إن الأمراض قاعدة تجي على أعمار أقل. فقلنا نشوف حريم في الأربعينات فيهم أمراض في القلب المفروض ما كانت فيهم، يعني المفروض فيهم عقب الخمسين أو عقب الستين. فمثل ما تقولين الـ age limit أو يعني limit مال العمر قاعد ينزل، لأن إحنا ما قاعدين ناكل عدل ولا قاعدين نتحرك، والوزن قاعد يزيد، والسكر ما حد يشيكه، والكوليسترول ما حد يشيكه. نعم نعم دكتورة، نحن نقول أن يعني مثل ما ذكرتي أمراض القلب لدى النساء ما تأتي يعني نحن نقول فقط من العوامل الوراثية، يعني هذه الأمراض تأتي أيضا من أسلوب حياة غير صحي، تأتي أيضا من مثل ما ذكرتي مرض السكري، من أمراض مثل ما نقول السمنة، أو كل هذه الكوليسترول، كل هذه عوامل تؤدي إلى أيضا أمراض القلب حتى لو كان الشخص لا يملك مثل ما نقول تاريخ مرضي. اليوم أيضا دكتورة في بداية الحلقة كان عندنا دراسة تقول أن المشي السريع ممكن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقالوا في هذه الدراسة اللي ذكرناها اليوم في بداية البرنامج أن ممكن المشي السريع يقارنونه بالجري للأشخاص اللي يجرون، فهذه يعني الدراسة تقول إن بأن المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. فنحن أيضا حابين نعرف منك دكتورة نصيحة ممكن توجهينها للنساء للوقاية من أمراض القلب. هو أهم شيء مثل ما قلت، يعني هالدراسة وفي وايد دراسات بينت ان المشي وايد يساعد. يعني احنا دائما نفكر في الاكسرسايز، نفكر ان نروح الجيم ونسوي رياضه ونركض ونشيل وزن، مو بشرط. عشان الواحد يحسن صحه قلبه
انه يكون مثل ما قلت المشي السريع او حتى المشي والانترفلز، يعني كل شويه الواحد يزيد السرعه ويرد يقللها، يزيد السرعه ويرد يقللها، وايد زين حق القلب. والمفروض يكون يوميا، طبعا وايد ناس عندهم صعب يوميا خاصه الويكند يكون عند الاهل. نعم دكتوره، احنا اليوم في بدايه البرنامج كنا نقول هالكلام، ان اللي حط اهدافي في فبراير اقول حطيت لي هدف امشي يعني في اليوم مده معينه، وما شاء الله يعني يمكن بس مرتين دكتورة الدنيا، يعني صدق يعني اللي الأمهات اللي عندهم أطفال نكون واقعيين، يعني الوقت خاصة مع الحين ومع الدوام والمدارس والامتحانات يدوب أنت تلحقين على الساعة 9 بعد خلاص ما تبين تمشين، أنت أوردي راكضة طول اليوم. فنقول أن نحن، أنا كنت أنصح نفسي صراحة وأنصح المستمعين أن هذا مبعذر، ممكن أن الشخص يخلق له وقت لو مثل ما قلتي دكتورة نص ساعة في حوي البيت، مشي سريع بطيء سريع بطيء. أنا جربت الصراحة يوم قلت لك هاليومين ثلاثة اللي مشيت فيهم كان يعني كان عندي يعني صراحة في ضربات القلب وشعورها ما حسيت فيه من زمان، بسبت ان نحن مشغولين صدق يعني بالعيال وبالتدريس وبالدوام وبالها. فنقول انه ما يضر اللي ما بدأ في شهر يناير، ترى عندنا السنة بطولها نحط اهداف ونبدأ من اول وجديد، ولا شو رايك دكتورة؟ صح اكيد. واذا ما قدرنا يوميا، يعني شوفي الواحد اللي ما يسوي يوميا مثلا ما يقول انا بسوي التارجت مالي الحين يوميا، نبدأ 3 مرات في الاسبوع، بعد فترة زينها 5 مرات في الأسبوع. صح والله أبويا الله يحفظه دوم يقول لي أبويا أنا ما بديت شيء. أنا أقول له الله يحفظك، يعني هو كل يوم ما شاء الله عليه يمشي، فأقول له أبويا الله يحفظك يعني أنت كل يوم تمشي. أنا صراحة أمشي نص يوم في الأسبوع أتعب، يقول لي لأنه ما عودتي عمرك، يقول لي إن أنت ابدي 3 أيام في الأسبوع. فأنا أوجه له تحية أبوي إذا كان يسمعني، العادة الوالدة تسمعني أوجه لها أيضا تحية. فأقول إنه صح إذا نحن الصغار الشباب ما حطينا لنا هالتارجت من عمر مثل ما نقول صغير، مثل ما ذكرتي دكتورة 3 أيام في الأسبوع، حلو ممكن هالشيء يخليني أتشجع الحين أقول من هالأسبوع نعتبره 3 أيام في الأسبوع ونشوف. يعني لأن الشعور دكتورة المشي السريع وضربات القلب تحسين أنه صدق القلب هذا يعني مسؤوليتي أنا، إذا أنا ما حركته ما بذل جهد عشان صحة القلب، ما حد بيبذل جهد، ما حد بيجيب لي جهاز يحرك القلب، لازم أنا أتحرك. فالنصيحة دكتورة عندك الحين قبل ما نختم البرنامج، إذا بتقولينها للنساء أو الرجال بشكل عام عن أهمية يعني أن يكون لديهم مثلا صحة القلب تكون قوية، شو ممكن أنهم يسوون دكتورة؟ بس مثل ما قلت هالشهر شهر صحة القلب عند النساء، والأمريكان هارت أسوسيشن جمعية القلب الأمريكية دار نسوي أورنس، وانا احب السلوغن اللي هم يستخدمونه، هم يقولون نو يور نمبر، عرفوا ارقامكم، عرفي ضغطك شو، وزنك شو، كم كوليسترولك، كم السكر مالك. اذا انت تعرفين هالاشياء تقدرين تتحكمين فيهم، لان بتعرفين انه والله انا ضغطي مرتفع، لو نزلت وزني بيتحسن، وزني مرتفع، كوليسترولي لازم أعدل في أكلي. جميل دكتورة، والله دكتورة تقرين أفكاري صراحة. أنا سعيدة بهذا الحوار معك اليوم، لأن كنت أقول في بالي إذا النساء عرفوا القلب متى يكون يعني مثلا هذا المعدل، معدل الطبيعي لضربات القلب، هذا المعدل يعتبر معدل خطورة. يمكن في ناس الحين تلبس ساعات في ديها دائما، يعني ما شاء الله تشوفين كل اللي حوالينا يحسبون الخطوات، ليش ما نزيد الوعي لدى الناس انهم بعد يعرفون عن قلبهم وكيف ممكن ان يعني هاليوم صحة القلب كذا، هاليوم الأرقام هذه لدي صحيحة. فنحن دكتورة والله لضيق الوقت للأسف ما بنقدر نتناول هذا الموضوع اليوم، ولكن لازم تعيديني أنك بتطلعين معي مرة ثانية، لأني أنا عارف أن دكاترة القلب دوم مشغولين. لا إن شاء الله بالعكس، أي شيء فيه فايدة حق الناس إحنا يعني إن شاء الله بنتناول مع المستمعين دكتورة هذا الموضوع اللي هو موضوع الأرقام اللي المهم من المهم أنهم يركزون عليها لصحة القلب ولصحة الجسم بشكل عام. أشكر لك دكتورة جويرية آل علي هذه المداخلة الجميلة، وشكرا لك لأنك يعني قبلتي أن تطلعين معاي اليوم مع أني مكلمتنك أمس وعلى كثر المواعيد والضغط لديكم. شكرا لك دكتورة على هاي المشاركة الطيبة. شكرا لك.
العفو حبيبتي، احنا واحنا في المستشفيات دائما جاهزين ان شاء الله حق اي شيء يساعد الناس ويخدم الناس. شكرا لك دكتورة. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا أشكر لكم حسن متابعتكم وأشكر لكم مداخلاتكم الطيبة واتصالاتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، وشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي وزميلتي ميرا الغفرلي ومخرجنا المستعيل اليوم وايد وائل القواسمة. كنت معاكم اليوم خلال هذه الساعة من برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.